ما فيش اجتماع اجازه يوم السبت الجاي الاجتماع موجود لكن هيبقى في المقطم اوكي السبت الجاي الاجتماع في المقطم الاربع الجاي ما فيش اجتماع اوكي اه تنبيه تنبيه ثالث الترنيمه اللي ك... مي... فين المرنم فين ايه ريمون الترنيمه اللي كنا بنرنمها فيها عدد اسمه في عدد بيقول عيناه كالحمام عند مجاري المياه فعايزين نبقى نزودها عشان اوكي تنظر الي وتسبيني ف انا كنت جاي عايز ارنمها من يعني بس ما عرفناش طلعت مش عندنا أنا مبسوط جدا إن أنا موجود النهارده معاكم وعايز أبتدي معاكم من من سمويل الأول نقرأ صمويل الأول إصحاح واحد وعاد واحد أنا هتكلم عن حنا النهارده يقول الكتاب كده إنه كان رجل من رمتايم سوفيم من جبل إفرايم اسمه القانا بن يروحام بن إلياهو بن توحو بن صوف هو إفرايمي وله امرأتان اسم الواحدة حنة واسم الأخرى فننة وكان لفننة أولاد أما حنة فلم يكن لها أولاد هو طبعا يعني لما نقف هي مشكلة يعني حتى من بدري من قبل ما نكمل احنا خلاص لقينا في مشكلة أولا هو في مشكلة هو عنده امرأتين هو اوريدي في يعني في صراع بس المشكلة التانية إنه في واحدة عندها أولاد والتانية ما عندهاش أولاد. لو إحنا لو إحنا عارفين شوية في الـ في الـ يعني في الكتاب نعرف إنه فكرة إنه الأولاد أو النسل كان بركة من الرب. إنه إنه بالنسبة لإبراهيم البركة كانت بإنه يجيب إسحاق إنه بنسلك هتتبارك وإنه في ابن موعد جاي. و وقبل كده بكتير أصفار مصر خمسة في أصفار موسى الخمسة في التثنية إنه أبارك ثمرة أرضك وثمرة بطنك وحتى حتى الغنم بتاعك الأرض بتاعتك مش بس إن أنت تبقى عندك أولاد أو إنه ثمرة بطنك لكن ثمرة بطن الغنم بتاعك ففكرة إنه إنه ما يكونش الحنة أولاد فده كان بالنسبة للشعب وبالنسبة ليهم ده علامة استفهام أو ده غياب للبركه. البركه كانت انه اكثر ثمره ارضك وثمره نسلك. اصحاح اللعنه كانت انه انه اديك رحم مغلق وانه انه تبقى عاقر او ان انت تبقى مسقط وان ارضك ما تجيبش وانه وانه. فاوردي هنا هي في حته مش بس عايزه اولاد اكيد لكن هي في حته كانها تحت العار. فهي مش بس عشان الامومه ومش بس عشان انها نفسها يبقى عندها عيله ومش بس عشان المنافسه وعشان جو البيت وعشان يعني تسعد جوزها لكن كمان هي عندها مشكله كبيره انه في ازمه روحيه. اللي عايز اقوله ان لما تقرا قصه حنه الازمه مش بس احتياج عادي نفسي او جسدي لكن في ازمه روحيه هنا. يعني ده يعمل لها مشكلة روحية، إنه ليه أنا ليه مفيش بركة؟ ليه أنا فين فين ليه أنا تحت إنجاز التعبير تحت اللعنة أو تحت الشح؟ أنا أنا بديك بس خلفية للقصة إنه مش مجرد أنتِ مش واحد مش مثلاً حد عنده حتة مش ماشية في حياته فعادي عندك حاجة كتيرة ماشية تانية، لا الحتة دي بتقول كانت للشعب إنه في حاجة غلط مفيش بركة بيقول كان هذا الرجل يصعد من مدينته من سنة إلى سنة ليسجد ويسبح لرب الجنود في الشلوة وكان هناك ابنه عالي حفني وفي نحاس كاهنة الرب ولما كان وقت ذبح القانة أعطى فننا امرأته وجميع بنيها وبناتها أنصبة أما حنة فأعطاها نصيب اثنين لانه كان يحب حنه ولكن الرب قد اغلق رحمها. وكانت درتها تغيظها ايضا غيظا لاجل المراغمه لان الرب اغلق رحمها. وهكذا سارة سنه بعد سنه كلما صعدت الى بيت الرب هكذا كانت تغيظها فبكت ولم تاكل. وكانت فقال سوري انا اسف انا عيني راحت. فقال لها القانا رجلها يا حنة لماذا تبكين ولماذا لا تأكلين ولماذا يكتئب قلبك أما أنا خير لك من عشرة بنين فقامت حنة بعدما أكلوا في شلوة وبعدما شربوا وعلي الكاهن جالس على الكرسي عند قائمة هيكل الرب وهي مرت النفس فصلت إلى الرب وبكت بكاء ونظرت نظرا وقالت يا رب الجنود إن نظرت نظرا إلى مذلة أمتك وذكرتني ولم تنس أمتك بل أعطيت أمتك زرع بشر فإني أعطيه للرب كل أيام حياته ولا يعلو رأسه موس وكان إذا أكثرت الصلاة أمام الرب وعالي يلاحظ فيها فإن حنة كانت تتكلم في قلبها شفتاها فقط تحركان وصوتها لم يسمع إن عالي ظنها سكرة عايز أقولك إنه مش غريب إنه شوية انه واحده داخله تصلي وشكلها مره وبتعيط انه الكاهن او انه عالي مش غريبة ان هو يبص عليها ويحس انها سكرانه هل جذب نظرك قبل كده هو ليه هي حته مهمه هو الفكره انه انه في الوقت الوقت ده الدنيا كانت بايظه الدنيا كانت ضلمه هنعرف بعد شويه انه كان ناس كتيره ما بتخافش الرب وكان في حتى هنشوف بعد شوية إن إن أولاد عالي كهنة الرب كانوا عايشين في الخطية وكانوا لسه ماسكين الكهنوت وكانوا لسه بيقدموا عن الشعب وكان لكن الدنيا كانت ضلمة الأجواء الروحية والدنيا كانت كانت صعبة فما كانش غريب إنه يخش له ناس تصلي سكرانة وما كانش غريب إنه 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 الدنيا كانت صعبة فبالنسبة له حس فلما شاف حن حس إنه انت أنتِ ليه داخلة تصلي سكرانة فقال علي حتى متى تسقرين انزعي خمرك عنك اجابت حنة لا يا سيد إني امرأة حزينة الروح لم أشرب خمرا ولا مسكرا بل أسكب نفسي أمام الرب لا تحسب أمتك ابنة بلي لاني من كثرة كربتي وغيظي قد تكلمت إلى الآن فأجاب علي وقال اذهبي بسلام إله إسرائيل يعطيكي سؤل لقلبك أو سؤلك الذي سألتيه من لدنه فقالت لتجد جاريتك نعمة في عينيك ثم مضت المرأة في طريقها وأكلت ولم يكن وجهها بعد مغيرا أنا هقف هنا أنا عايز أتكلم عن إيه النهاردة عايز أتكلم عن إزاي أنه حنة ابتدت الحياة أو ابتدى المشهد بحنة مرت النفس عندها مشكلة كبيرة والمشكلة دي تعباها قوي ومبوظة الحياة. وازاي انها اتحركت والمشكلة تستاهل. والمشكلة كانت مأثرة على نفسيتها، ومأثرة على حياتها، ومأثرة على أسرتها، ومأثرة حتى على الدعوة بتاعتها إنجاز التعبير لأن ولادها البنين هما اللي هيورثوا. وقتها كان الميراث أرض. لو ما عندهاش ولاد خلاص مفيش 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 محدش ياخد الأرض دي. والارض كانت بركه وكانت يعني فهي هي هي مشكله لكن مشكله كبيره ضربه في مسمعه في كل حتة كتيره قوي مسمعه فيها هي يعني ضربه في الصميم فهي ابتدت بتصلي وداخله زي اي حد فينا مؤمنه وداخله وهي عندها مشكله كبيره قوي وعندها مشكله روحيه لكن في نفس الوقت جايه قدام الرب وبتسكب نفسها قدام الرب لكن لما خرجت من قدام الرب في حاجة حصلت خرجت متغيرة غريب شوية إنها خرجت متغيرة لأن الكتاب ما في حاجة حصلت قوي يعني عالي قال لها ربنا يديكي سوق لقلبك وكده بس ايه اللي حصل اللي يخليها تخرج طبيعيه تخرج متحوله انا وجهه نظري انا اللي انا شايف في الكتاب ان فيه ان حصل زياره ان حنه في يومها قبلت الرب انه كان في زياره وكان في استعلان للرب يومها. وهوريك النهارده ازاي انه الزياره او الاستعلان اللي حصل ده قلب حياتها. قلب حياتها بطريقه مختلفه عن اللي احنا بنفكر فيه دايما. لما يبقى عندنا احتياج ويجي الرب ويقلب حياتنا حتى وتحصل معجزه ونحس ان دي قلبة الحياه، لا مش دي قلبة الحياه هو في حاجه اكبر بكتير اتقلبت في حياتها فحتى المعجزه بالنسبه لها بقت حلوه بس بقت صغيره. لو احنا عشنا في, م... في عندنا مشاكل او بنواجه تحديات وبنخش قدام الرب وبعد كده الرب يقابلنا فتحصل معجزه فنفرح بالرب هيجي مشكله تانية وهنحتاج نخش تاني فهتبقى حياتنا عايشين من مشكله لمشكله حياتك انت عايش بتحل مشاكل بتحل تحديات بتحل سواء في ح... سواء ليك او حتى لو انت عايز لا انا 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 بالنسبه لي مش بهتم بنفسي للناس اللي حواليك فأنت عايش حياتك من 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 تحدي من مشكلة لمشكلة من تحدي لتحدي من لكن حنة ابتدت بأزمة ابتدت بتحدي ابتدت بمشكلة لكن انتهت في حتة تاني خالص وسايكل حياتها دوران حياتها اتغير بقت عايشة لحاجة تانية وبطريقة تانية بدوران تاني خالص وهوريك ده النهاردة حنة دخلت تعبانة ومرت النفس عندها أزمة لكن وهي هناك اتقابلت مع الرب بصورة غير عادية خرجت من هناك كان لسه فيش اي بشاير تبين في حاجه غيرت خرجت انسانه تانية هي كانت كل سنه بتنكد عليها وكان كل سنه مش بترضى تاكل كان كل سنه بيعدها مشكله لكن في حاجه حصلت خرجت انسانه تانية حصلت مقابله ويقول انه 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 في عاد 19 انهم او مش هقرا هكمل معاك انهم رجعوا ويقول انه انه آه عرف القنا امرأته حنة والرب ذكرها وكان في مدار السنة أن حنة حبلت ولدت ابنا ودعت اسمه صموئيل قائلة قال لأني من الرب سألته وصعد الرب رجل القانة وجميع بيته ليذبح للرب الذبيحة السنوية ولكن حنة لم تصعد لأنها قالت لرجلها متى فطم الصبي آتي به ليتراءى أمام الرب ويقيم هناك إلى الأبد. ف أربعة 24 انه حنا فطمت صمويل واصعدته وقالت هناك اسالك يا سيد حي هي نفسي انا المراه التي وقفت لديك هنا لتصلي الى الرب لاجل هذا الصبي صليت فاعطاني الرب سؤال لي الذي سالته من لدنه وانا ايضا قد اعرت للرب جميع ايام حياته هو عريه للرب وسجد هناك للرب اوس اصحاح اثنين في صلاه حنه حنة خلفت وقعدوا بيقولوا ان الصبي قعد تسع سنين او عشر سنين مع حنة يعني يقول لما فطمته ما بيتكلمش على سنتين ثلاثة هو كانت لازم تطلعه او يروح تديه يقف او يروح يخدم في الهيكل او يروح هناك للرب يكون بيعرف يقف وبيعرف ي ي ي يتحرك ويقدر يخدم فعلا يعني يعمل حاجه مش هتودي واحد عنده تلات سنين دوك تعرف يعرف يمشي فالمفسرين بيقولوا انه انه فكره انها تصعد به قعدت به ثمان تسع سنين عشر سنين في العشر سنين دي الكتاب يقول إنها كانت بتفطمه وبتجهزه عشان يتراءى أمام الرب ويقيم هناك إلى الأبد هي بتقول إنه ده كانت دي دعوة حياته أنا عايز أس أنا أنا بفطم صمويل عشان ابني أطلعه جاهز إنه يتراءى قدام الرب يقيم أمام الرب طول حياته وفعلا عملت كده اهوت وراحت هناك اللي عايز اقوله لك النهارده انه انه حنا دخلت بمشكله ان انا ما عنديش اولاد وعايزه اولاد خرجت من هناك انه فكره عندي اولاد او ما عنديش اولاد دي مش مشكله خرجت من هناك حاسه انه انا عايشه انا عرفت الرب انا شفت الرب وعايزه اعيش في الحضور ده وفي وفي المجد ده وفي اعلانات الرب تقولي تعرف ده ازاي؟ أقول لك لانه في الحقيقه اللي حنا اديته لصمويل في التسع سنين وفي العشر سنين خلاه لما راح الهيكل لما نقرا بعد كده نكتشف انه لما راح الهيكل كان ابناء انا ممكن اقعد اقرا لك بس حاسس ان انا هطول عليك عشان اقرا اصحاح اتنين يقول لك هناك انه كان ابناء اولاد عالي ابناء عالي كانوا لم يعرفوا الرب كانوا ابناء بليعال ويقول لك ان الكهنه كانوا هناك لما بيجي تقديمات كانوا بيسرقوا التقديمات وانه كان ابناء عالي بيزنوا هناك فصمويل عشر سنين لما راح لقى الدنيا ايه؟ لقى الرؤساء اللي هو ابناء عالي اللي هو اعلى ناس هناك اللي ماسكين العباده بيزنوا وفي خطيه وفي علاقه بعيده عن الرب ما فيش جوع فيش عطش لكن تلاقي ان صمويل نعرف احنا من 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 الت من اصحاح اثنين واصحاح ثلاثه انه كان صمويل بيخدم قدام الرب فود كان في عباده حقيقيه خارجه وكان بيعبد الرب قلب طاهر وكان بيخدم الرب حقيقه وأن الرب ابتدى يكلمه وابتدى يسمع صوت الرب وبدا الرب يتراءى لصمويل وابتدى و و و صمويل اقام الرب صمويل نبي واد صغير ده ده جه منين؟ تسع سنين حنا بقت انسانه مختلفه بتستقبل من الرب حاجات بتستقبل من الرب مجد بتستقبل من الرب م... كتير قوي احنا كان عندنا مشاكل كتير قوي احنا كان محتاجين معجزه وقعدنا قدام الرب وحصلت المعجزه وبنفرح بالمعجزه وبنفرح بالتدخل وبعد كده بترجع الحياه بتكون حياه عاديه ده ما حصلش معاها هي الحياه اللي حصل معاها انها تقابلت مع رب حست انا ملكوت الله وبره وكل حاجه تانية هتزاد ليا انا هعيش للمجد انا هعيش للرب انا هعيش لحضوره انا انا مش هعيش انا هعيش عشان اعيش قدام وجهه عشان انا كمان ابقى بتراءى قدامه كل طول حياتي هي هو ده هدفي هو ده دعوتي هو ده شبعي هو هي دي دنيتي لأن أي عيشة تانية متعبة. هي ما عملتش كده وخرجت قالت خلاص مش عايزة عيال. وما عملتش كده خرجت وقالت أنا مش هرجع بيت جوزي. وما عملتش كده وخرجت وقالت طب أنا مش هجيب عيال تانيين هو ده بس. هي ما عملتش كده. هي هنعرف إن هي رجعت وحبلت وجابت صمويل وبعد صمويل جابت أبناء تانيين وعاشت حياة طبيعية وكل سنة كانت بتجيب بت 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 تطلع لصامويل فود وحاجات عشان يلبسها كل من حله من سنه لسنه عاشت الحياه الطبيعيه بصوره عاديه لكن لكن رؤيتها وقلبها اتغير خالص هي دخلت بمشكله بس المشكله قدام الرب رغم انها اتحلت خليتها تقابل الرب وهناك قررت ان هي انا خلاص انا مش هعيش لده مش هعيش للاكل والشرب والعيال والبيت او لمشاكلي او احتياجاتي انا مش هعيش لده مش لان ده مش مهم لكن لانه في حاجه اعلى دخلت مع الرب في علاقه عميقه مليانه شبع ومليانه اعلانات غير عاديه في وقت الدنيا كانت فيها ضلمه روحيا بقى عندها نور وبقت تقعد قدام النور والنور ده بيضيء في ظلمتها فهي كل شيء بتنور والدنيا حواليها ضلمه هي دي حنه كتير احنا بنعيش الحياه بندور على زي 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 شاول بندور على الغنم اللي ضايع بندور على الاتن الضايعه فعارفين قصه شاول الملك زي ان الاتن بتاعت ابوه الضايعه فراح يدور عليها وقعد يدور على الحاجه وكملهاش. لقاهاش قالوا له ده نبي الله في الحته الفلانيه فراح للنبي هناك النبي قال له انسى امر الحاجات اللي ضايعه دي لقيناها انساها مش دي قصة تعال معايا بكره اقعد قدامي عشان هقول لك كل ما في قلبك الرب عايز يمسحك الرب عايزك ملك انت هتكون هتصنع خلاص هتختبر الرب وتصنع خلاص همسحك ولما همسحك هتخرج من عندي ولما تخرج من عندي وتمشي هتلاقي انبياء هتبتدي تستقبل من الرب كلمات وتستقبل نبوه هتعيش في مستوى هتعيش في دايمنشن وتعيش في عيشه ثانيه خالص هو خرج بمشكله أنا بدور على الحاجة اللي ضايعة، أنا عندي مشكلة في الشغل، أنا أصل إحنا الدنيا الفلوس مش مكفية، أنا أصل تعبان في كذا، هو خرج بمشكلة وبيدور على المشكلة وبيدور على حل المشكلة. المشكلة اتحلت. لكن أنا لو لو الأمين المشكلة اتحلت مجداً للرب وخلصت الدنيا يبقى أنا ما رحتش حتة. أنا بشوف في حنة وبشوف في في شاول مقابلات للرب عشان تغير المسار خالص من انسان بيعيش لاحتياجات معينه او لحل مشاكل معينه حتى لو انا شخص روحي يعني يعني في مستوى اني انا مؤمن فبروح للرب وبحب الرب وعايش عايز الرب يمشي لي دنيتي ويبارك عيالي ويجي هنا يعني يخترق الحته الفلانيه ويقابلني في كذا ده ده حلو ده حنه اللي هي بتعيط وراحت تسكب نفسها قدام الرب ما ما يعني مؤمنة المستوى ده ما يأكلش عيشه في ما, 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 يعيش ما, ما, يريحش ما يعيشنيش الحياة اللي فيها ملء الرب لأن الرب مش المركز هي لما راحت بده لأن هي بتحب الرب لأنها لما راحت بده الرب قابلها ولما قابلها هناك قررت إيه هطلب ملكوت الله وبره أنا عايز أعيش للرب وهناك قابلت الرب وتغيرت فقدرت تخرج صمويل وصمويل رجع الرب يتراءى في البلد في شلوة وفي البلد وأقام الرب صمويل بسبب حنة لو كانت حنة بعد ما قابلت الرب وجابت الولد قد اه قالت انا هدي الولد للرب وكده هو اكيد بقى هيجي لي ولاد تانيين وابتدت تعيش العيشه الطبيعيه اللي هي الرب موجود لكن مش المركز كانت بقت طبيعيه لكن حنة تحولت لشخصية مش طبيعية بمعنى إيه مش طبيعية إن, إن حياتها هي قدام الرب وقدام حضوره وقدام مجده فأدت صمويل حاجة مش موجودة في, في الدنيا حواليها فراح سمويل صبي صغير يخدم الرب وكان أبناء حفني وفنجا وفنحاس أبناء عالي أبناء بليعال عايشين في القطية والجو صعب وحفظ صمويل بيخدم وبيعبد بطهارة قدام الرب ويتراءى ليه الرب ويرجع الرب يعمل نهضة بسبب حنة صحاح اتنين بيبتدي بصلاة حنة بيقول كده صلت حنة وقالت فرح قلبي بالرب فرح قلبي بالرب ارتفع قرني بالرب اتسع فمي على أعدائي لأني قد ابتهكت بخلاصك ليس قدوس مثل الرب لأنه ليس غيرك وليس صخرة مثل إلهنا لا تكثروا الكلام العالي المستعلي ولتبرح وقاحة من أفواهكم لأن الرب إله عليم به توزن الأعمال قصي الجبابرة تحطمت والضعفاء تمنطقوا بالبأس الشباعة أجروا أنفسهم بالخبز والجياع كفوا حتى أن العاقر ولدت سبعة وكثيرة البنين ذبلت الرب يميت ويحيي يهبط الهوية ويصعد الرب يفقر ويغني يضع ويرفع يقيم المسكين من التراب ويرفع الفقير من المزبلة للجلوس مع الشرفاء ويملكهم كرسي المجد لأن الرب أعمدت الأرض وقد وضع عليها المسكونة أرجو الأتقياء ويحرص والأشرار في الظلام يصمتون لأنه ليس بالقوة يغلب إنسان مخاصم الرب ينكسرون من السماء يرعد عليهم الرب يدين أقاصي الأرض ويعطي عزا لملكه ويرفع قرن مسيحه إيه الإثبات إنه حنا زي ما أنا بقول الإثبات إنه لو أنت درست الصلاة دي قبل كده هتلاقي إن الصلاة دي هي مراية لصلاة العذراء مريم في في الأناجيل لما لما مريم العذراء صارت حبلة الصلاة اللي صلتها فيها كتير قوي من الصلاة دي الصلاة بتاعت الصلاة بتاعت حنة صلاة مليانة نبوة عن المسيح وعن الملكوت وعن أمور للرب يعني لما الرب يتكلم على إنه بيرعد من السماء دي الرعد دي حاجات ليها دعوة بالملائكة وبطريقة الملائكة تحرك الملائكة الجاعل الملائكة رياحا خدامه لهيب نار ا ا ا ا ا الملائكة حركتها مرتبطة باللي هي بتقوله هنا مرتبطة بال بال بالرعد فقصدي يقول هي مش واحدة شاطرة بتعرف تتكلم فكاتبة صلاة لذيذ لا هي الصلاة مليانة يعني يعني مليانة من كلام نبوي من كلام بيتكلم على الملك هي بتصلي للمسيح بتصلي عن وجود بيقول بتتكلم عن المسيح واحدة بتصلي وح... رايحة تقدم ابنها بعد عشر سنين حصل معجزة تقرا الصلاة أكيد مش قصدها وهي بتقول إنه إنه الأعزاء إنه 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 الشباع أجروا أنفسهم بالخبز الجياع كف والعاقر ولدت سبعة وكثرة البنين ذبلت، إن أنا بقى عندي هيبقى عندي عيال كتيرة، ودرتي يعني خرجت بقى من الحتة دي مش مش دي هي اللي ذبلت وهي العزيزة اللي هتنزل مع الكرسي وهي اللي هتقعد مكانها وأنا ربنا هي هي طلعت بره الحتة دي خالص. طلعت هي ما كانش عندها أولاد لحد دلوقتي يعني هي جالها بعد كده بنين لكن في الوقت ده غالبا ما كانش لسه جا 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 عندها أولاد وهي أكيد ما كانش عمرها عندها سبع أولاد. أو سبع بنين فالآيات دي مش بتتكلم خالص عن حالتها ولا حياتها ولا دنيتها ولا كده ده بعد عشر سنين لما تقرا الصلاة الصلاة كلها بتتكلم عن الملكوت وعن المجد وعن المسيا وعن وعن امور مليانة زخائر ازاي الست دي البسيطة دي اللي دخلت بمشكلة ان جوزها متجوز اتنين هي هي ما بتخلفش وضرتها عندها اولاد كتيره وده عامل مشاكل ازاي ازاي تحولت حياتها لما قابلت الرب انه انا مش عايشه لمشاكلي بس وانا مش عايشه بس الوعد ده اتحقق والوعد ده ما اتحققش وليه حصل معايا واللي ما حصلش معايا طب وعيالي طب والحاجه الفلانيه طب يا رب هي طلعت برا الحته دي خالص لما طلعت برا الحته دي ليه طلعت لأنها شفت الرب شفت مجده فقررت انها تعيش للمجد تعيش في الحضور فلما عاشت قدام مجد الرب عاشت حتى مش للخدمة مش عشان حاجة تتعمل عاشت عشان تعيش قدام الرب وجها لوجه لما لما قررت كده وابتدت تقعد قدام الرب ابتدت تستقبل من الرب مش بس عن حياتها لكن ابتدت تستقبل الرب عن حاجات ابعد منها عن عن امور من فوق الحياه دي بتشبع وبتغني لما بعيش للرب وبعيش لمجد الرب وبعيش قدام الرب لما لما بحب الرب اكتر من اي حاجه ويبقى قعدتي قدام الرب اهم من اي حاجه ومش قاعد عشان حاجات تتغير مش قاعد عشان حاجات تتحسن مش قاعد عشان كذا ولا انا قاعد عشانه هو هو الحبيب هو 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 المعلم هو الملك هو المشبع انا في مجلسه وبس ايه اللي بيحصل ساعتها زي حنا كده بتتحول تسمع عشر بعد عشر سنين تسمع الصلاة صلاة عدت العصور صلاة بتتكلم عن المسيا تلاقي العذراء مريم تلاقي مريم العذراء بتصلي نفس المعاني ليه؟ لأن الصلوات دي بتتكلم عن المسيا القرن بيتكلم عن القوة في ناس تقول إنه جوه 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 الصلاة بتتكلم عن الكنيسة ومجد الكنيسه وقوه الكنيسه وبت... انت بقى ممكن تقعد بقى تدرس تمسك الصلاه دي وتقعد تدرسها وتمسك صلوات مثلا زي زي صلاه مثلا آ آ آ او تسبيحه دي وتسبيحه مثلا آ آ آ آ العذراء مريم العذراء واليصابات وتقعد تدرس بقى لكن اللي انا عايز اقوله لك انه انه ده اثبات بوريه لك ان هي راحت حته ثانيه خالص فانت بتدور على الاتن انت بتدور على الحاجه اللي ضايعه انت اللي بتدور على حل فبتقابل الرب فحصلت المعجزه وترجع تشتغل تاني في نفس الشغل وتعيش تاني في نفس العيشه 99% من 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 اوقاتنا بنعمل كده فبيحصل ايه فبيبقى فيه اتن غيره ضايع فبيبقى فيه مشكله تانيه موجوده ونفس تاني مكسوره و،, 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 و ومراره تانيه وحياه فيها تحديات تانية وتعب تاني ومستني الرب تاني والرب يجي يقول لك كفايه دوران يعني عارف لما قال الشعب كفايه دوران ما تخش ارض الموعد كفايه دوران بقى طب ايه طب امين كفايه دوران طب ايه ارض الموعد الرب هو الموعد الرب هو ارض الموعد الرب هو الراحه دخول الى المسيح ودخول الى الراحه اه يعني ايه منام يعني ايه دخول الى المسيح يعني انك تخش فتبقى الحياة إنك قاعد قدام الرب وبتحب الرب وبتستقبل من الرب وعايش للرب وهي دي العيشة وانت بتعمل ده بتشتغل وبتعمل وبت بت بت كذا وبتعمل وبتشتغل وبتبقي ام وعندك علاقات وبتخدم في الاجتماعات ممكن وبتعمل كذا وعندك يعني عايش وبتاخد اجازه زي اجازه العيد كافية ناس اجازه ومسافره عادي وناس تانية قاعده وناس الاجتماع وواحد مش عارف رايح فين حياه دي حياة مكملة بس دي اللي هي ايه الـ 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 الزيادة دي الزيادة في عيشتك او دي اللي هي على الجنب او دي اللي هي مش في قلب الحدث قلب الحياة هي ان انا عايش انا والرب قلب حياتي في, في, في نشيد الانشاد انا وهو مش عشان حاجه لكن إن ده مكاني وبستقبل من هناك فرق انا لحد دلوقتي المؤتمر الاخير بتاع دكتور نادر لحد دلوقتي عامل لي يعني يعني عامل جوايا مأثر فيا وعامل جوايا يعني هزه مش عارف لو 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 ما حضرتوش يعني انا بشجعك تحضروا لو حضرتوا احضره تاني انا يعني اسمعه لان هو فعلا وجه مكشوف فإعلانات، اعلانات فسرعه مع الرب الوجه المكشوف فيبقى في اعلان مستمر فيبقى في حركه مستمره من مجد الى مجد احنا بنقعد نقول آية مجد المجد المجد المقر. ازاي اعيش بمجد مجد المجد هعيش بوجه مكشوف فين وجه المكشوف ده جوه جوه قدس الاقداس مفيش حاجه مفيش زحمه جوه قدس الاقداس في وجه مكشوف الوجه المكشوف انا دي انا بقول اللي هو قاله دي جمل بتاعته يعني إن الوجه المكشوف بيعمل إعلان مستمر بيستقبل من رب حاجات إعلان مستمر إعلان ليه طبيعة طبيعة الإعلان دي بتغير من طبيعتي فبيبقى حركة مستمرة من مجد لمجد هي دي حياتك وهي الخدمة النهاردة يعني هي نتاج للمؤتمر يعني ده الحاجات دي كلها ربنا حركها جوايا بسبب الـ 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 المؤتمر او اللي قالوا قاله انه اه انا عايز اعيش من مجد المجد مش عايز اعيش من تعب في النص مجد وشويه تعب طب ازاي هو بيقوله اني إن ادخل وابقى عايش وجها لوجه مع رب واستقبل من رب دايما واللي بستقبله بستقبله زي ما هو كان بيقول مش عشان اشاركه ولا عشان اوعظه ولا عشان حلو لكن بقى لانه ليه طبيعه معينه بهضمها بتغير من طبيعتي فانا بتغير من مجد المجد ولما انا بتغير كمان الدنيا حواليا تتغير بس انا عايش كده انا عايش في الحته دي والحاجات التانيه كلها مسؤوليات او 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 حتى امتيازات دي زياده هرجع لك مره تانيه حنه فضلت متجوزه ورجعت جابت صمويل وربت صمويل وبعد ما قدمت صمويل وكانت كل سنه بتطلع وتقدم الواجبات اللي عليها او الجزء الروحي اللي عليها كانها دي الخدمه بتاعتها جابت اولاد تاني وعاشت تاني وربت تاني يعني عاش عيشه كامله لكن تركيز الروح القدس على حنه انه حياتها هي المخدع وانه في نقله حصلت في حياتها لما دخلت بمشكله فقابلت الرب وتحولت حياتها من ان انا بعايش لشويه مشاكل او عايش شويه ظروف ان انا عايشه قدام الرب فبعد عشر سنين نكتشف انها حطت جوه ابنها امور مش موجوده على في في, في, في اسرائيل في الوقت ده فقدر يقف قدام الرب ويتراءى قدام الرب زي ما هي قالت انه هيتراءى ويقيم قدام الرب طول حياته ويستقبل وكان نقي فبدا الرب يتراءى لي رغم انه ابناء عالي كانوا ابناء بليعال لما صلت نكتشف صلاة مليانة إعلانات مليانة مجد مليانة حاجات هي كل الكلام ده منين أنت نفسك يعني تسعين في المية مننا وإحنا بنقرأ إحنا مش فاهمين الكلام أو مش فاهمين أعماقه أو فاهمين الكلام بس مش فاهمين أعماقه لو ابتديت تدرسها هتكتشف قد إيه الصلاة عميقة وبتتكلم عن أمور ليها دعوة بنبوات وأمور تحس هو إيه ده؟ الست اللي مش متعلمة أو يعني تعلمها على قدها أو دنيتها مش إزاي وصلت لكل ده؟ وجها لوجه او هي والرب عشان عشان ما ما طولش عليك شاول ابتدى الملك ابتدى انه شويه حاجات ضايعه الحاجه اتلاقت لما قابل رجل الله رجل قال له الحاجه اتلاقت بس خليك لان انا عايز امسحك وعايز اعمل كذا وعايز اعمل كذا وعايز اعمل كذا للاسف انه لما رجع شاول وحتى خد الامتيازات دي رجع تاني يعيش للملك عشان يحافظ على الكرسي وياخد باله من مش عارف مين ومشاكل الملك ومشاكل كذا والدنيا كذا وراي الناس ايه يعني الحياه قبل شاول ما كانش فيه ملك شاول لما بقى ملك عمل خلاص وابتدى ينظم عمل نظم الجيش وعمل يعني حصلت تنظيمات كتير حولت الشعب من شعب عادي الشعب له ملك والملك ليه حرس وفي جيش وفي كذا وفي 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 فهو انشغل بحاجات مفروض تتعمل والشكل من بره ان الدنيا كويسه لكن اهم حاجه اهم حاجه اللي تميز مفروض تميزه واللي كانت مفروض تميز حنا ما عملهاش ايه انه حياتك بقت الحاجات دي احنا ممكن نقابل الرب فنطلع من هناك ممسوحين ونتغيرين فنبتدي نغير حاجات في حياتنا ونبتدي نزود هنخدم هنا وهنعمل كذا وهنبتدي نعمل نخدم ونبتدي نروح الاجتماع الفلاني ونبتدي نعمل حلو قوي 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 لكن هو حياته لو وقفت عند ده وده اللي حصل هو حياته وقفت على انه انا هغير ده وهبقى ملك وحافظ على الملك بتاعي عاش حياه تعيسه تعس تعاسة تعس ايه؟ أنا العربي بتاعي ضايع عشان بس ايه الناس اللي اتفرج أنا تعليمي في العربي قليل يعني العربي وقف معايا في ثالثة إعدادي فأنا كل الدراسة إنجليزي اللي كل المدارس اللاهوت والحاجات اللي بدرسها في الكتاب وكل الحاجات اللي تخرجت منها سواء عمليًا أو في حاجات في السلك يعني اللي هو الروحي كلها حاجات بالإنجليزي بقرا الكتاب بالعربي وبقرأ بالانجليزي في نفس الوقت فتلاقي ساعات النطق او تلاقي ساعات ايه التشكيل أو فيعني ما مش عايز ده يعني يفصلك او اي حاجه ده مش معناه اي حاجه يعني عاش حياه عيسى جدا ليه عاش حياه تعيسه؟ لأن كانش في لانه الـ لانه الـ القلب او الحاجه اللي المفروض تبقى في المركز كانت بايظه كان عنده الشكل يعني القصر موجود الحرس موجود لبسه موجود الشعب كل حاجة شكلها موجود ولكن هو كان تعبان عايش في, في خوف الرب بعت له ناس تساعده يعني جه تحدي مفروض ان هو يبقى قد التحدي ده ان هو الملك جلياط خايف ومش قادر يطلع وعمال يصنع تعيرات وعمال يصنع هو ملك حاجه يعني مذله يبعت له الرب حد يخلص يخلصه ويخلص الشعب فلانه هو تعبان يبتدي يغير منه فاللي حتى المساعده اللي من الرب تبقى بتبقى مشكله فإنه يطلع براها غيره فالحاجه اللي الرب بعتها لك تبقى مشكله فتلاسك تعبان من المساعده بتاعه الرب غيران من فيبقى داود اللي هو حل بقى مشكله لان لو الرب ما بعتش عشان ياخد مكان شاول على طول او ياخد شاول, شاول الملك بعته يقف معاه كان هيبقى ملك بعد كده بس. لكن شاول دنيته كلها ملخبطه وبعد كده حتى قعدته روح رضيء حتى عياله قال خلاص انا بعمل ده عشان اسمي وعيالي وحتى عياله في الاخر دخل حرب غلط وخد ابنه معاه ومات هو وابنه في الحرب بسببه مع ان الشكل بره زي الفل فاللي عايز اقوله انه شاول كان عنده مشكله راح بالمشكله الطبيعيه راح الرب قابله كلمه عن حاجات كبيره وقال له مش ده خالص ما المشاكل دي الحاجات اللي ربك دهاله عاش عاش لها ولما عاش لها بقى كانه عايش في المشكله القديمه فتعب برضه رغم ان هي حاجات كلها شكلها روحي شكلها حاجات روحيه الملك والشعب والخدمه واللي واللي, واللي. ليه مره تانية ليه لانه في الحقيقه حنه انت بتقابل الرب او يقابلك عشان ياخدك من العيشه دي خالص ويقول لك انت عشتك المفروض تكون أنا وأنت في محضري تستقبل مني تتغير تكون صورتي، وهي دي حياتك أنت مش بتخش المخدع عشان تمون وتطلع تعيش أنت بتعيش هناك وينفع تطلع تبقى بتعمل أمور عادي لكن أنت ده مش مكان يعني إيه بتقبض دي مش مكنة أي تي أم مخدع الرب مش مكنة إعلانات أي أم عشان آخد عشان هو هو ده, ده 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 مكان تواجدك ده مكان شبعك ده مكان اللي انت فيه بتتغير وبتعرف نفسك ده المكان انت بتستريح فيه ده بيتك بيت الرب بيتك تبقى واقف هناك طول الوقت وبتعيش هناك وهي دي حياتك ساعتها هتلاقي الحياه من مجد المجد مليانه اعلانات مليانه شبع مليانه مجد وكل الامور التانيه تزاد لك عايز ايه من العهد الجديد؟ اطلبوا اولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم، كنت ممكن ابتدي بالايه دي بس انت احنا حافظين الايه فنقول اه انا فاهمة وعايز عايز يقول ايه لا انا انا عايز احكيها لك من جبتها لك من ورا من بعيد شويه من حنه. هي هي وده حنه. حنه طلبت ملكوت الله وبعد كده الحاجات اللي بقت تزيد بقت بالنسبه لها مش غاليه قوي. هي دي النقطه. انا انا عايز الحاجات الثانيه فهطلب الملكوت عشان تجيلي الحاجات الثانيه لا هي هي القلب اتغير هي عايزه الملكوت والحاجات الثانيه بقت تجيلها بس هي عايشه عايشه للملكوت لانه لما لما شاول خد الامور بس ما عاش للملكوت او ما قلبه ما خدش في الحته دي وقع تعب الرب داعينا عشان نعيش حياة مش من مشكلة لمشكلة وهو بيحل لنا المشاكل رب دعانا عشان نعيش حياة لنعرفه لنكون مثله لنتراءى قدامه عشان نعيش حياة نعيش كما حياة أيام السماء على الأرض فين أيام السماء على الأرض بتكون في يسوع فعايزين نعيش في يسوع هو ده هو هي دي الخدمه لما حنا قبلت يس قبلت قبلت مجد الرب مش اتحلت مشكلتها لكن هي ما بقتش المشكله حاجه ولا بقى اي حاجه ريليتد بالحاجات دي حاجه هي حته بقت في حته تانية وعاشت حياه ممتعه وكل حاجه في حياتها اتبركت فانت مدعو عشان تعيش وجها لوجه مع الرب هناك شبعك هناك راحتك هناك حيث الملك في مجلسه ناردينك بيفوح رائحته أنت ريحتك وحياتك كلها بتفوح برائحة جميلة أزهارك بتتفتح بستانك بيكون رائع الدنيا بتبقى حلوة وتعيش أيام السماء على الأرض فين حيث الملك في مجلسه وانت معاه في مجلس الملك هناك سكناك هناك بتحيا وبتتحرك وهناك بتوجد في المسيح به نحيا وبه نتحرك وبه نوجد امين امين سنصلي مع بعض